هنشوف مع بعض احنا هنعمل ايه دلوقتي. انا عندي ميه بتغلي، انا الميه دي هحط فيها نقطتين من عصير الليمون علشان انا مش عايزاه يتغير لونه. وهقول لكم برضو عايزه اشوف طبق صغير احطه واحطه فوقه حاجه تقيله علشان انا عايزه البتنجان ده يتسلق بس ما يبقاش طافي، فيبقى متغير جزء من لونه اسود وفاتح، فانا مش عايزه كده. فانا هحط كده في الميه معلقتين من عصير الليمون عشان بس ايه احافظ على اللون بتاع البتنجان. وبعدين خليني اجيب البرطمان ده هنا جنبي كده، وابدا بقى اشوف طبق صغير نحاول نغطي بيه كده ال اشوف ده ممكن ينزل هنا. ممكن ينزل، تمام. طيب خليني بقى اقول لحضراتكم، اولا عندي البتنجان اهو كده، الصغير ده. هما طبعا هناك بيعملوه ساعات يا اما بالبتنجان بتاعنا ده، احنا طبعا عشان مش عندنا الرومي الصغير اللي هو بيبقى فيه حجم البتنجان الرومي بتاعنا بس صغنون كده ومقلبز يعني، بس احنا ممكن يكون مش عندنا، لو لقيته طبعا الاحجام دي جيبوه، لكن احنا بنعمله بقى بالبتنجان العروس مفيش مشكله منه خالص، برضو نستخدمه عادي جدا اهو بتنجان. ثم كمان بيعملوا الشكل ده اصله كان بيبقى حلو قوي، انا كنت بشوفه عن اصدقاء لينا فلسطينيين بالشكل البتنجان الصغنن ده الرومي الصغير ده. انا طبعا بقشر بتنجانيه، بحاول اشيل الحته بس اللي هي اللي فوق الخضره دي واخلي ليها البوز بتاعها ده عشان هو ده اللي بيحافظ على ان البتنجانه ما تتهريش. خلاص هلبس بس جلافز عشان البتنجان ده بيسود الايد شويه، طبعا نسبه الحديد فيه عاليه جدا. البتنجان ده من الحاجات يعني اللي بتعالج الانيميا كمان، عايزه اقول لكم مهم قوي مفيد جدا بكل انواعه، اعرف ناس بتاكله كده ني بس تاكل الرومي. طيب انا مثلا ايه هجمع كده شويه هحطهم كده بسم الله، ونبدا نعمل الباقي واحنا شغالين هنا جنب الحله. عايزه بس ايه قبل ما كده، طبعا هو ده في التخليل السريع يعني انا بعمله لما بسلقه، انا ممكن اكله بعد يومين ولا حاجه، لكن لو انا عملته بقى على الني كده او هو لسه كده ني بشق البتنجانيه وهي نيه كده وابدا اشتغل فيها ياخد وقت اطول، ممكن ياخد شهر مثلا لحد ما اكله. تمام، فزي ما حضراتكم تحبوا، انا بحاول اسهل يعني، لو احنا عايزين نعمل حاجه مخلله وعايزين ناكلها على طول في وقتها هنعمل كده. طبعا يفضل بقى ان الحاجه دي تيجي طازه شاريينها جميله وطازه، دي اهم حاجه يكون البتنجان ذو لمعه حلوه كده. ايوه على ايدي كده، انا بشيل بس اللي هي دي الاخضر ده باجي اعمله كده، عايزه اسيب البوز ده اللي بيحافظ على البتنجانيه نفسها. خليكوا مع ايدي شويه، خلاص دي خلاص. هما بقى بنخلط بقى الخلطه الجميله دي ونحشي بيها، اهم حاجه فكره السلق بتاعته. حط عصره الليمون دي، خد الصغنونه الحلوه دي، يبقى كله احجام واحده. احنا طبعا نحاول ان احنا نعمله يبقى شكل واحد، يبقى شكله حلو قوي حتى في التقديم كمان، ميبقاش فيه طويل وصغنن. لكن احنا هنا الحقيقه لما بنلاقي الحاجه عند الخضري طازه يبقى خير وبركه زي الفل، ولما نلاقي الحاجه كمان اللي احنا عايزينها بالاحجام ده يعني ده كأنه مطلب اخر يعني. بس طبعا في اسواق كتير خاصه بالخضار يعني، لازم ننزل مكان مخصص بقى نلاقي بقى الحاجات الحلوه. الخضار ليه وقت بينزل فيه، يا اما في ناس بتنزله الصبح بدري قوي وفي ناس بيجي لها بالليل متاخر، فعلى حسب حضراتكم عارفين بقى انتوا المكان اللي جنبكم او اقرب مكان ليكم انتوا بتحبوا تتعاملوا معاه وعنده حاجات طازه بيبقى فين.
مش عايزه بس الحله تطفو جامد. كان ايه، احط طبق التوم ده كده خلاص. انا بس قصدي ان انا عايزه اي تقل، خليني احط الميه دي بس مش عايزاها تطفو قوي جامد يعني. حلو كده، لحسن التوم يستوي على البخار. طيب خلي بقى دي هنا كده في جنب. والله هو لازم كده، لازم ابقى مغطساه كده. مش بديهم افكار في البيت، كلنا ستات. التوم. المخرج بيقول لي هو احنا افتكرت التوم له فايده انه يتحط على البخار. لا انا افتكرت عشان ما يستويش على البخار فيطرى، انا مش عايزه اسويه دلوقتي. فانا حطيت دلوقتي ايه الميه وغطست. بصوا الطبق ازاي، انا عايزاه بس يبقى مغمور جوه الميه عشان يبقى كله واخد نفس درجه اللون، وانا مش عايزه اسويه قوي، انا عايزه اسويه نص سوا، مش عايزه اسلقه 100%. بصوا بقى الطريقه الثانيه اللي بيعملوه بيها، بعد ما بيطلعوه بيحطوه يعني يتصفى، وبعدين يروحوا راصينه جنب بعض وحاطين عليه تقل او طبق وعليه تقل برده. فالبتنجان ده المرحله دي قبلها بنحط شويه ملح. ليه الملح؟ ليه هدفين. اول حاجه ان احنا يساعد ان الميه دي تخرج من البتنجان، السوائل تطلع منه، وتاني حاجه بيديله التمليحه اللي احنا عاوزينها، فيعني ايه بيبقى اتملح. فهم بيحطوا بعد ما يرشوا الملح يفتحوها يشقوها كده يحطوا جواها شويه الملح، يرصوه جنب بعض ويحطوا عليه طبق ويعني ايه يتصفى، فيساعد ان السوائل تنزل بعد ما حطينا الملح يصفوه، فتلاقوا البتنجانيه بقت واخده شكل مبطط كده. ده طريقه، وممكن ياخدوه زي ما هو بعد ما بيسلقوه نعمله بالطريقه الثانيه. انا بقول لحضراتكم عشان في ناس بيبقى ليها فكره او تكنيك في التصرفات دي او في ان هم ازاي بيخللوا، فنبقى احنا ماشيين على النظام يعني. خليني بقى اجهز الكبه كده. بسم الله. هعمل بقى ايه، هحاول اجهز الخلطه بتاعتي اللي انا عايزه اعملها، اللي بتاعت المكدوس. طبعا عندي فلفل حامي وعندي توم، نقول مثلا معلقتين كبار من التوم، العين الجمل ده حوالي مثلا نص كوبايه، او ممكن على حسب عدد، لو هتكتري عن كيلو بتنجان كتري شويه العين الجمل، ممكن يوصل لكوبايه مثلا. وعندي عصير الليمون، زيت الزيتون، وادي الميه. خليهم بس دول كده في جنب. اقطع الاول الفلفل الحار الحلو ده هحطه كده. انا عايزه بقى اعمل دي كلها خلطه مجروشه. ممكن احط حامي وممكن احط بارد، لو حضراتكم مش بتحبوا الحامي يا ريت يبقى بنستخدم البارد على طول كده. خليني اخد واحده كمان من الاخضر، اتنين من الخضر كده معايا معلش، عشان ابقى حطيت من الاثنين. عندي التوم اهو، هزود كام فص توم لان المكدوس بيحب التوم. وادي عين الجمل. يبقى احنا اتفقنا على لو هعمل كيلو بتنجان معلقتين كبار من الثوم، حطيت عليهم حوالي 5 6 قرون من الفلفل، وبين الحار وبين البارد حطيت العين الجمل. طبعا هحط ملح، وعندي عصير ليمون، شويه ميه اذا احتجت، لكن هو بعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه. خليها هنا عشان انا هاجي اقفله عند حضراتكم. طيب هاخد عصير ليمون، حوالي 5 معالق. حسيت لما انا بدوق التتبيله محتاجه تاني هحط لها. نشوف بقى الملح بتاعنا، ناخد كده من الملح حبه صغيرين لان انا هملح البتنجان كمان، يعني انا هحط جواه ملح، يا اما هعمل الخلطه كلها بالملح، دي حل تاني برضو. هحط بقى الملح كله هنا، وبعدين نقفل.
الله على الريحه. والفلفل الحامي غير عادي. ممكن احط بس معلقه ليمون كمان. تمام. نيجي بقى هنا نحط الليمون كده في جنب وادي الخلطه. نشوف بقى خلاص طالما نزل لتحت. بصوا بقى حضراتكم البتنجان معلش نرجع هنا ما بقاش طافي، تقل، شرب بقى الميه وبدا خلاص يتقل. فطالما تقل نزل. هشيل بقى الميه دي، احاول ارفع كده بطرف المعلقه واطلعه. انا مش عايزه هريق، انا عايزاه مظبوط عشان الطبق سخن. كده تمام قوي، حلو الكلام ده. تعالوا بقى نشيله كده واخد طبق. بسم الله. انا مش عايزاه مستوي 100%، انا كده نص سلقه. بصوا اللون ما اتغيرش كتير عن اللي احنا عايزينه، كده كده هو سخن فيفضل مكمل تسويه، فكفايه مش عايزه اقعد وقت طويل. يعني هو يا دوب 10 دقايق بس الميه تكون كانت بتغلي. في واحده صغنونه اهي، الميه تكون بتغلي، ما احطوش غير والميه بتغلي اهي. نيجي بقى نعمل كده. شايفيني كويس ولا ايه؟ تمام بالنسبه لكم؟ مريح. تعالي نعمل بقى، نجيب السكينه الصغيره بتاعتنا الحلوه دي وهبدا. ادي البرطمان تيتوفين اين انت، تعال. بسم الله. بسم الله. هنعمل ايه؟ نفتح بقى ايه واحده واحده. بصوا هي ماسكه نفسها ازاي، يعني نقرب كده، هي ماسكه نفسها بس طريت. هفتح كده من هنا اهي، شق شق واحد بس كده عشان ده اللي هحشم. بصوا بيضه من جوه ازاي، معلش نقرب شويه اهي. خلاص هنبدا بقى نفتح الباذنجانات كلها. انا خلاص هي اوريدي بصوا بيضه ازاي عشان تعرفوا، بس اللي معلقتين الليمون هيفرقوا مع حضراتكم جدا. هني اخد اللي شكله حلو بسن السكينه كده، هفتح كله. بصوا الليمون مهم قوي مع البتنجان، مهم جدا ان احنا ننزل كمان ال، هني احط اللي انا فتحتهم هنا افصلهم عن بعض علشان ايه نحافظ على اللون في السلق. الصغنن ده بيبقى جميل قوي، المفروض يبقى كله حجم واحد، تبقى الباذنجانيه كده صغنونه رائعه، حافظه كده على نفسها وشكلها. بصوا بياضها وجمالها. خلاص اهو ده من انواع المخللات الغنيه الغاليه اللي هي بيقولوا عليها ايه الحلوه، يعني اللي هي اللي بتقدموها كده. عارفين ايه لما واحد يبقى عامل مخلل كده غني ومكلفه، في عين جمل وفي تشكيله وتوليفه، حاجاتهم بصراحه جميله ورائعه وافكارهم رائعه جدا، اكلهم حلو قوي، وبعدين بيحبوا قوي ينقلوا فكره اكلهم، بيحبوا يقولوا احنا بنعمله بالطريقه كذا. يعني مش كل الناس عندها ثقافه انها تقول الطريقه اللي بتعمل بيها الحاجه. خلاص يطلع بقى على السفره كده في عزومه مثلا، بس لما بيكون كله صغنن قد بعضه كده في طبق شيك رائع غير عادي. ايه ده، ده مكدوس، الله. ناس بتبقى مبسوطه، وفي ناس ما بتبقاش عارفاه لما بتدوقه حقيقي طعمه حلو. وبعدين كفايه ان هو بينزل في زيت الزيتون، فانا يعني احنا واخدين الفايده من كل النواحي. وبعدين احنا سلقناه ما حمرناهوش، فالسلق ده بحد ذاته يعني ايه غير التحمير خالص، بينزل في زيت ده بيفقد كل فوائده اساسا. على الرغم ان انا بحب باذنجان المخلل جدا بس ما بحبوش محمر. طيب اهو فتحنا كله. تعالوا بقى نشوف كده احنا الخلطه الحلوه دي
هنعمل ايه بقى؟ انا هاخد بقى بايدي كده زي ما بنعمل في البيت. بصوا خلي الصغير ده في فوق على الوش. بصوا لحد فوق، لحد القرن هنا، لحد الحته اللي جوه دي، عشان تبقى هي كمان ايه واصلها التتبيله. نرص بقى بالطريقه اللي تعجبكم، بالعرض بالطول زي ما انتم عايزين. خلطه جميله ولطيفه. شوفوا بقى لما يبقى كله حجمه صغنون كده بيبقى شكله حلو قوي. اهم حاجه اكبس كده بالراحه وما اهريهوش، انا مش عايزه اضغط جامد، انا عايزه يبقى محتفظ بشكله الحلو. نعم اوكي خلاص ده حالا. لو انتوا عايزين تطلعوا فاصل وانا ارجع احشيه واقول هنعمل ايه في الاخر، اوكي اللي انتوا عايزينه. تحبوا ايه؟ تعالى حاضر كده نحشي الحشوه الجميله دي. وبعدين هنعمل ايه؟ زيت زيتون. هغمر البرطمان ده بزيت الزيتون. خلاص تقريبا الكمية خلاص لحد فوق. لا بأس بيها، كمية لطيفة بس إن شاء الله تعمل برطمان كويس. طيب وبعدين هبدأ أنزل زيت الزيتون. أنا عايزة أنزل بس زيت الزيتون مع حضراتكم عشان تشوفوني عملتوا إيه، ونطلع فاصل عشان نرجع نكمل باقي وصفات. خلاص آخر واحدة. خلاص أصل أنا لازم أغمره كله معلش عشان ما يبوظش، بس خلاص آخر واحدة أهي. شفتوا بقى على راس ال كده. وبعدين اللي باقي بقى من الخلطة دي أنا مش هرميه، خلاص أنا هاخده كده أحط شوية منه هنا ونبدأ بقى. أقلع الجلاف كده بعد إذنكم. أخذ زيت الزيتون ده المكدوس ينزل في كل زيت الزيتون ده. هملاه من الجنبين من هنا هنا. الناحية التانية بينزل فيه. ده هيبقى تخليل سريع وتقدروا حضراتكم خلال مثلا 3 ايام تاكلوه لانه مسلوق. الطريقه الثانيه احنا قلنا اللي هي الني. خليني افتح دي بقى. خلاص يلا خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نبدا في باقي وصفات المخللات الثانيه.